السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة؟ ان شاء الله هنعمل عيش بلحمة عادي جدا، بس بطريقة يعني مختلفة شوية. تمام، معايا نص كيلو لحمة مفرومة، معايا ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات لحمة. تمام، ومعايا طبعا بقدونس، ومعايا بصل، ومعايا طماطمية صغيرة. تمام كده، ومعايا كيلو دقيق، ومعلقة سكر، ومعلقتين لبن بودر، وكيس خميرة. تمام، هنزل بالكيلو دي كله. تمام كده، ومعلقه زيت. تمام، ممكن تحطي زيت وممكن لا، رشه ملح خفيفه. كمان هنزل بقى باللبن البودر. تمام، بس والسكر هضربه مع الخميره. تمام، هقلبه مع الخميره وفي ميه دافيه. تمام كده، او كيس خميره كامل. تمام، نص كيلو دي بياخد معلقة خميرة. تمام، ومع الكيس ده اصلا يعني معلقتين كبار يعتبر. تمام، هقلب بقى كويس في مية دافية. تمام كده، وهسيبها بقى كده على جنب شوية، بس ايه يعني اشوفها هتتفاعل ولا ايه، وبعدين هكمل. تمام كده، اتفعلت اهي زي ما انتم شايفين. هنزل على الدقيق بيها. تمام، وبصوا بقى المية حسب نوع الدقيق ما هياخد معاكي. تمام، كل ما يعوز مية، كل ما يعوز مية يعني حطي. تمام، وفي نوع دقيق ما بياخدش مية كتير. تمام، بصوا بقى هعجنها كويس. طبعا عجينة العيش لازم تكون ملزقة، ولازم تفضلي تعجني فيها لحد ما تلم معاكي. تمام، هفضل بقى اعجن فيها عادي جدا، هعجن كتير يعني، فاهمة؟ بس لحد ما تتلم معايا، وكل ما يعوز ميه هحط. اهي كده خلاص لمتها كلها. تمام، اهي زي ما انتم شايفين. بص، لازم تبقى ملزقه كده شويه. تمام كده، هنزل بقى في الكبه بالبصل. تمام، وبصوا قطعت معاه يعني، حطيت معاه حته دهنه كده من دهنه الخروف، اديته طعم حلو جدا وتست عالي. تمام، وهنا دي طماطمايه وشلت القلب بتاعها. تمام، عشان ما تنزلش الميه، انا مش عايزه العيش يبقى يعني مبلول كده. تمام، هنزل بقى ضربة خفيفة كده وكده خلاص. هنزل بقى على اللحمة بيهم. تمام، هنزل بقى عليهم كلهم كده، وبرضو اعجني اللحمة. تمام، وهنزل بالبقدونس بقى، وهنزل بالملح حسب ما الملح حسب الرغبة يعني، وهنزل ببهارات لحمة، وهنزل بفلفل اسود، وهنزل بمعلقة بابريكا صغيرة. تمام كده، عندك فلفل اخضر حطي، عندك فلفل الوان حطي، زي ما تحبي يعني، ممكن تلعبي فيه براحتك، بس ده اسمه عيش بلحمه مش حواوشيه معاها. تمام، بس هقلب بقى فيهم كده كويس. هقلب بقى كده، هنزل بالبقدونس وبرده هقلبهم كويس جدا مع بعض. تمام، وبصوا ما خدش معايا 10 دقايق. تمام، الطريقه دي سهله، بدل ما تفردي بقى العجينه وتعملي طبقه فوق وطبقه تحت، او تعملي مثلا انصص كده صغيره وتقفلي، لا اعمليه بالطريقه دي، حلو جدا وسهل. تمام، مش هاخد منك وقت خالص. تمام كده، انا بقى عجنت اللحمه خلاص اهو، زي ما انتم شايفين كده. بس كده خلاص، احطها بقى في التلاجة شويه لحد ما العجينه تختمر. تمام كده، كده العجينه اختمرت اهي خلاص، قوام قوي كده، اختمرت خلاص. بص بقى هقطعها اهو، حسب بقى ما انت عايزه تقطعيها كرات عامله ازاي. تمام، بص بقى بفرد كده يعني حاجه بسيطه كده بايدي. تمام كده، بصوا بقى هعمل ايه، مش هفرده بقى بالنشابه او كده. تمام، هاخد بقى اللحمه حسب ما انت عايزه اللحمه قد ايه. تمام كده اهو، هنزل بقى كده باللحمة. بصوا هقفل بقى كده كله، هقفله كده كله خالص، ما يبقاش باين بس منه حاجة خالص. تمام، قفليه بقى كده خالص خالص. تمام، هجيب بقى صينية. بصوا بقفله كده خالص اهو، عشان بس ما يبقاش فيه حاجة باينة، عشان لو اللحمة نزلت مية في الصينيه من تحت ممكن يلزق منك. تمام، رشي، عايزه ترشي رشه دقيق ممكن، عايزه تعملي حطي زيت ممكن، بس انا ما عملتش كل ده. تمام، وطلع معايا حلو جدا وما لزقش ولا حاجه، ده بيرجع للتقفيل الكويس. تمام،
بس كده. هدخلها بقى الفرن، وهعمل برضو معاكو اتنين تانيين تقريبا، عشان بس تشوفوا يعني بدل ما نعمل طبقتين فده طبقة كده، طبقة واحدة تمام، وسهل جدا اصلا مش هياخد منك وقت خالص. برضو هعمل واحد تاني بنفس الطريقة كده، بفرده بايدي خالص، مش بعمل حاجة يعني، مش بعمل بالنشابة ولا حاجة تمام. وهنزل بكمية اللحمة بتاعت الرغيف كلها تمام، اهو هقفل برضو، قفلي بقى كله كده على بعضه نفس الطريقة كده تمام. بجد بنات والله كان طعمه حلو جدا جدا جدا، جربوه بالطريقة دي حلو تمام. وبرضو طريقة العيش سهلة كمان تمام. بصوا بقى هرجع برضو هلفه برضو كده في صينية تمام، دي ايد عبودي مالناش دعوة بيها. هقفلها كويس بقى وهحطه بقى ايه في الصينية تمام. افرديه بقى كده خالص بايدك يعني، بس ما تضغطيش عليه قوي عشان خاطر زي ما قلت لك ما ينزلش، ما يبقاش مفتوح وينزل منك ميه ويبقى ويلزق تمام. بس كده هدخله برضو الفرن، كل اللي بعمله ده بدخله الفرن، كل اللي بعمله بدخله الفرن تمام. برضو هعمل واحد كمان اهو بنفس الطريقه تمام، برضو هقفل عادي جدا برضو اكنك يعني ايه بتعملي كرة تاني، يعني فتحتيها وبتعمليها تاني تمام كده. بصوا بقى هفرده برضو تاني ده في الصينية كده، وخلاص خلصنا تمام. بجد والله العظيم كان طعمه حلو جدا جدا جدا، جربوه بالطريقة دي هيعجبكم تمام. اهو هدخله برضو الفرن. بص ما خدش مني وقت عقبال ما بخلص، يعني عقبال ما عملت يعني اعمل الرغيف وافرده الاقي خلص التاني خلص. بصوا وما لزقش ولا حاجه خالص، اهو بوريكم كمان اهو من تحت ما لزقش خالص. وبرده بتحطيه بقى في حاجه يعني حاجه كده غويطه تمام، وتغطيه عشان خاطر يعرق معاكي ما يبقاش نشف تمام. بصوا العيش قابب ازاي وحلو، والله كان طعمه حلو جدا يا بنات. اهو ده كان العيش باللحمه بتاعنا، طريقته حلوة جدا جدا وكان طعمه أحلى. ولو عجبكم الفيديو جربتوه ما تنسونوش في اللايك والشير وسبسكرايب، وباي باي في وصفة جديدة.